بالنسبة للقروض ميزانية مدينة الدار البيضاء اليوم حنا تكلمنا بشفافية، ما داخل ديال مدينة الدار البيضاء ما كتسمحش على أننا نوصلوا لتطلعات الساكن. بغاو النقاء، بغاو النظافة، بغاو مساحات خضراء، بغاو مرافق مزيانة، بغاو واحد المجموعة ديال الأشياء، بغاو تروطوار مزيان يتمشاو فيه ما يطيحوش، بغاو أزقة ما فيهاش ليني دو بول. هادشي كله باش نديرو خصنا ميزانية. ميزانية اليوم اللي عندنا يلاه كتغطي لنا المصاريف، يعني باش نديروا تنمية جديدة لمدينة الدار البيضاء خصنا نمشيو جوج ديال الوسائل. الأول مشكل، أول حاجة اللي خصنا نديروه هو الباقي استخلاص، خصنا نمشيو نخدموا على هذه العملية لأن فيها واحد لو بوتونسيال جد مهم. خصنا نوصلوا هذا، يعني أننا كل مواطن اليوم في الدار البيضاء خصو يعرف على أنه عنده واجبات كيف ما عنده حقوق على المجلس، وبالتالي يعني عرفنا على ان واحد مجموعه ديال السكن الجديد ان باقي ما توصلوش بالضريبه، فهاد العمل خصنا نديروه. وكاين يعني واحد البوابه اخرى اليوم كيسمح بها القانون هو اننا نمشيو نقترضوا، وبالتالي كاين يعني محادثات كبيره اليوم مع البنك الدولي، مع البنك الاوروبي، مع ابناك داخليه. ف اليوم الحمد لله ولات عندنا واحد لا مانوفغ اللي يمكننا نستعملوها من اجل الاقتراض باش نوصلوا وننميو مدينه الدار البيضاء ونعطيوها ايضا تثمين الممتلكات حتى هي يمكن لها تعطينا واحد لو بوتونسيال. اعاده النظر في هذه السومه الكرائيه لبعض المحلات التجاريه كاينين ب 50 درهم، يعني واحد المجموعه ديال الاشياء اللي غادي يشتغل عليها المجلس ان شاء الله، وهذا الشيء غيواكب برنامج العمل اللي غادي يخرج الوجود ان شاء الله في الدوره ديال اكتوبر المقبل ان شاء الله. ما تنساش الاشتراك في قناه المنصه وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. بارطاجي الفيديو الى عجبك ودير جيم. نتلاقاو في خبر اخر ديما على قناتكم المنصه.